وجدت 20 دينارا لقطة في الممشى الرياضي وتصدقت به، هل فعلي هذا صحيح؟ ما أتصور أنه صحيح. احرصوا قدر ما تستطيعون لا تجسون اللقطة، اتركوها يرجع لها صاحبها، يأخذها صاحبها، إلا إذا كنت لا تأمن عليها أن ممكن أحد يأخذها وكذا، ممكن تأخذها وتحط إعلان بالممشى، زين كذا إعلان مثلا أن اللي ضايع له فلوس مبلغ من المال يتصل على هذا الرقم، وإذا سئلك قول كم المبلغ، زين متى وقع منك، في أي يوم، في كذا، حتى تتبين أنه صاحبه المال، لأنه قد يتصل من ليس بصاحب المال. لكن القصد أنك قدر ما تستطيع اترك اللقطة، لا تأخذها إلا إذا خشيت عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني خذها لأنها في ضالة في البر، إن لم تأخذها أخذها أخاك، إن لم أخوك، إن لم يأخذها أخوك أخذها الذئب. فالأصل أن الإنسان ما يأخذها، هذا هو الصحيح والعلم عند الله، لكن طالما أنه أخذها وتصدق بها، لكن يتصدق بنية صاحبها مالكها، والله أعلم.